اليمين المتطرف في القارة الأوروبية يتمدد في حكم بلدانها إذا سقط بعضها في قبضته، مثل ما هو الحال في إيطاليا اليوم. نعم حمد، حيث حصل اليمين المتطرف على مواقع مهمة في حكومات دول أخرى كالسويد وأخيرا فنلندا، بينما يستعد الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا للمشاركة في الانتخابات القادمة، وأبرم من أجل ذلك سلسلة صفقات ائتلافية مع حزب فوكس اليميني المتطرف. زادت أحزاب اليمين المتطرف من رصيدها في أوروبا خلال العقد الماضي لأسباب عدة، من أبرزها تراجع القوى السياسية اليسارية وتحول اليمين التقليدي المحافظ إلى التقارب مع أحزاب اليمين المتطرف. وساهم في تمدد اليمين المتطرف خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تفاقم الأزمة المالية ونتائج جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا. العداء للهجرة والمهاجرين قاسم مشترك بين الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهو من بين الركائز التي يعتمدها اليمين المتطرف في حملاته الانتخابية، مع تزايد واضح لموجات الهجرة من بعض دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. أيضا قاسم مشترك آخر هو الدعوة للخروج من الاتحاد الأوروبي، فهذا أيضا ما يجمع معظم الأحزاب المتطرفة. أبرز مثال على ذلك بولندا، حيث يدعو رئيس الوزراء ماتيوس مورافسكي إلى استفتاء شعبي بعنوان بولكسيت للخروج من مظلة بروكسل على غرار البريكزيت البريطاني. إلا أنه مع هذا الصعود لليمين المتطرف في أوروبا، هناك مؤشرات تفيد بإمكانية تراجعه وتراجع هذا التقدم. استطلاعات الرأي الأخيرة في المملكة المتحدة على سبيل المثال أظهرت تزايد التأييد للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما في السويد أظهرت تراجعا كبيرا في شعبية حزب الديمقراطيين المتطرف. عن هذا الموضوع ينضم إلي سمير القريوتي الصحفي والكاتب من روما. تحياتي أستاذ سمير، دعنا نحلل المشهد بداية ومن ثم نتحول لاستشراف القادم. اليمين التقليدي، اليمين المحافظ، لماذا يفضل التقارب مع اليمين المتطرف مع أن المنافسة يفترض أنها بين هاتين الجهتين؟ لأن الحدود زالت بين هذا اليمين وذاك اليمين، زالت بفعل تراجع ما كان يعرف في السابق بالوسط، الوسط المعتدل، اليمين الوسط المعتدل الذي كانت تعبر عنه الأحزاب الديمقراطية المسيحية مثل إيطاليا، مثل ألمانيا التي تعود الآن إلى سي دي يو أو الحزب الكاثوليكي الذي يعود كحزب محافظ، والتي اندمج جميعها في إطار الحزب الشعبي داخل الاتحاد الأوروبي. هناك مسألة أوروبا ومسألة الانتماء للاتحاد الأوروبي والإخلاص لتعاليم الاتحاد الأوروبي التي علمت أو جعلتنا نشاهد بعض الفوارق في مواقف اليمين من السيادة الأوروبية أثناء تمدد الحركة السيادية الشعبوية، مثل الرابط، مثل اليمين المتشدد الذي تقنع ببعض الدعاية الليبرالية والمنفتحة وأحسن ذلك إعلاميا، واستطاع أن يصل إلى درجات غير مشهودة من النتائج. طيب هذه المفاهيم السيادية وهذه النقاط التي يحاول اليمين المتطرف استغلالها، أيضا كنا في عرض القواسم المشتركة وهي الدعوة للخروج من الاتحاد الأوروبي. إذا أخذنا بريطانيا مثالا على نتائج هكذا دعوات وهكذا توجه، فالصورة ليست مشرقة في المملكة المتحدة الآن، كيف يعني يدلل هؤلاء على نجاح تجربة؟ الإشارة إلى بولندا أنها تريد الخروج أو تريد أن تكرر ما فعلته بريطانيا، أنا أعتقد أن هذه دعاية، لأن بولندا بدون الاتحاد الأوروبي سوف تواجه صعوبات كبرى في التقدم للأمام، لأنها تستنفذ أموال عديدة وتخصص لها أموال عديدة، هذا شيء معروف، ولكن المشاكسة هناك لأن موقف بولندا أو موقعها بالنسبة للصراع الدائر ليس من اليوم، بل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مع الطرف الآخر من الحدود،
هو صراع مرير، وما وشهدته الحقب الأوروبية كاملة في الأعوام المئة الأخيرة. لكن هذا لا يمنع من القول أن اليمين الجديد الذي نجح مثل إيطاليا، أشقاء إيطاليا نجحوا أمس، سجلوا نجاحا كاسحا في إقليم اسمه إقليم موليزي. فاز اليمين أو تجمع اليمين ب 61%، وهي نتيجة هائلة مقابل 31% هي لتحالف الكاسح. الوضع في إيطاليا كان بمثابة إشارة إنذار، يعني هذا اليمين متطرف يعتاج كما ذكرنا على الأزمات، ويعني العالم كله مقبل على سنوات مفعمة بالأزمات. ماذا عن دول المركز في أوروبا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا؟ هل يحسم هذا الصعود من خلال هذه الدول أم ماذا؟ نعم، الصعود يحسم، لأن في أنا لماذا قلت إيطاليا؟ إيطاليا كان بها أكبر حزب شيوعي رأسمالي في العالم، ولكنه انتهى إلى شارة من الكرتون القديم، ولم يبقى شيء من اليسار الذي تعودنا عليه. هذا أحد الأسباب. بفرنسا هذه الظاهرة تكررت قبل إيطاليا بالعديد من السنوات، وفي ألمانيا هناك عودة للحزب الكاثوليكي كما قلت، وهو أكثر اتفاقا مع اليمين ومع اليمين المحافظ المعتدل، ربما يحجم اليمين المتطرف. علينا أن لا ننسى أن الكثير من المحللين يقول أن اليمين المتطرف لا يحكم حقيقة كما يقال في كل أوروبا، ولكنه يتقدم مقنع نعم. مع بقية أوساط اليمين. لماذا؟ لأنهم يحسنون استخدام الإعلام، لأنهم يحسنون النزول إلى الجماهير والحديث إلى الجماهير. نعم. على سبيل المثال، في قضايا مثل بعض القضايا الاجتماعية، قضية العائلة، نعم، هو قضية الموضوع متشعب ومعقد نوعا ما، ولكن نعم لنا فرص أخرى لنقاشه. شكرا جزيلا سمير القريوتي الصحفي والكاتب، كنت معنا من روما في إيطاليا. الآن إلى متابعة مجريات موسم الحج لهذا العام حامل.